ومعكم عند قضية حميد المهداوي الذي كنا قد تحديناه في مناظرة. مرحبا وسهلا بكم لأم شريفة، كذلك بومدين تحياتي، عمر تحياتي، الصحراوي ماني مرحبا وسهلا، أحمد تحياتي. إذا لا تنسوا التكبيس، الصحراوي تحياتي، تكبيس ضعيف جدا جدا جدا. خزنية اليوتيوب عليكم لعنة الله إلى يوم الدين. هو معكم عياشة الزريبة، عياشة محمد السادس. إذا كما تعلمون على أن حميد المهداوي البطل المغوار، بطل صحافة الزبالة في المغرب، قد وافق على إجراء مناظرة مع هذا العبد الضعيف. حينما تحديناه قلنا له بأننا نتحداك في إجراء مناظرة بخصوص موضوع الصحراء الغربية، ليس مناظرة في أو حول شخص حميد المهداوي أو المسؤولين في المغرب، ولكنها كانت مناظرة من أجل تقديم الحجج والأدلة بخصوص موضوع الصحراء الغربية. خرج حميد المهداوي قبل يمكن 48 ساعة في فيديو قصير جدا، وقال على أنه مستعد للمناظرة، وأن لم يتبقى سوى تحديد يعني تاريخ هذه المناظرة، وقال أنه مستعد من الغد. يعني الفيديو والفيديو الذي نشر كان يعني قد نشره في حدود على ما أعتقد 11 ليلا، وقال على أنه هو في اليوم الموالي مستعد للمناظرة. في اليوم الموالي خرجت شخصيا في فيديو آخر، أجرينا شكرا، وقلت له على أنني سأبحث عن هاتفه وسأتصل به على المباشر أمامكم جميعا، يعني قدامكم جميعا، لنحدد تاريخ المناظرة ومكان المناظرة وعبر أي منصة ستكون هذه المناظرة. بالأمس يعني في حدود على ما أعتقد 5 مساء كنا نتصل بحميد المهداوي بعد أن توصلنا بهاتفه داخل أو خلال مباشر الأمس، واتصلنا به أمامكم، يعني اتصلنا به عبر الواتساب وتكلمنا معه، يعني حاولنا نتكلم معه عبر 6 محاولات، عدلنا 6 محاولات، كان في بعضها يقطع علينا. مرحبا وسهلا الرفيق محمد مولود، مرحبا وسهلا. كان فيها حميد المهداوي يقطع علينا المكالمات. إذا 6 محاولات على المباشر. هذا العبد الضعيف لا يدخل أبدا معركة خاسرة. هذا العبد الضعيف الماثل أمامكم الذي يعني يسعده أن يمثل جزءا من معركة الشعب الصحراوي مع الاحتلال المغربي، لا يدخل أبدا معركة خاسرة. حينما تحديته فإنني كنت قادرا على تحديه، وحينما يعني وعدتكم بأمر نفذته واتصلت به 6 مرات بالأمس ولم يجب على كل مكالماتي على المباشر. بعد سأقوم بتقطيع تلك المقاطع إن شاء الله وسأبثها لكم حتى تشوفوها مباشرة، حتى تشوفوها في هذه الأماكن. بعد ساعات بالأمس خرج حميد المهداوي في مباشر يقول على أنه يعني لم يقل يعني كما في البداية، قال أنه مستعد للمناظرة، لكنه في لايف البارح ما قال أنه يرفض إجراء المناظرة، ولكنه قالها بطريقة غير مباشرة، وهذا فيه استحمار واستبغال لمشاهديه ولكل من يثق في روايته وفي الطرح الذي يقدمه. وقال إنه قد تلقى سيلا من المكالمات ومن الرسائل من جمهوره، يطلب منه هذا الجمهور أن لا يجري هذه المناظرة. قال على أنه جمهوره هو اللي طلب منه على أنه لا يجري المناظرة، وأنه استجاب يعني لجمهوره.
لكن أعتقد على أن حميد المهداوي كان كاذبا كحال الاحتلال، يعني كحال المخزن، كان خلف وعده كما يفعل المخزن تماما، نكث بعهده كما يفعل المخزن تماما، المخزن الحقير، المخزن الجبان، المخزن الذي يمثله محمد السادس، لأن محمد السادس غدار وحقير وجبان وينكث العهود ولا يمكن أبدا الاعتماد عليه، وكل من يطبل لمحمد السادس تكون لديه نفس الصفات التي في محمد السادس وفي نظامه كذلك، بينما نحن قادرين على المواجهة ولدينا يعني سلاح هذه المواجهة، وأهم سلاح لدينا هو سلاح الصدق. نحن صادقين مع أنفسنا وصادقين مع جمهورنا وصادقين مع أنفسنا، هم لا يدعون داع إلى أن ننكث عهودنا وأن نخلف مواعيدنا وأن نستحمر مشاهدينا. حميد المهداوي قال إنه قد تراجع عن المناظرة لأن الجمهور هو يعني طلب منه ذلك، لكن أعتقد على أن حميد المهداوي هو الذي يجب أن ينور الجمهور لا أن يتحكم فيه الجمهور.